ان شاء الله حلقه النهارده يا جماعه هتكلم على الان لايت. ده برنامج بنستخدمه ان احنا بنعمل ويندوز اكس بي، ويندوز 2000، ويندوز 2003. ان شاء الله برضو بعديها ان شاء الله في برنامج اسمه في لايت، ده اللي بنعمل بيه نسخه الفيستا وال2008 وال7 ان شاء الله. وبعد كده برضو هنتكلم على الان اتندد، بتاع ازاي تعمل نسخه ان اتندد بتاعت فيستا او 7 او كلام من ده، هو ملف اكس ام ال فايل وهنشتغل معاه. على المهم ازاي تسحب نسخه اكس بي او اي نسخه، تعملها ملف بتعملها بوت وتحط معاها برامجها او تحط معاها التعريفات بتاعتها. هو الجزء اللي انا بتكلم فيه تعريفات، اللي اقصد بيه هنا اقصد بيه تعريفات الساتا درايف، وده شيء مهم جدا لاني بعض النسخ الويندوز القديمه تيجي تسطبها على اي لابتوب جديد النهارده او اي جهاز عليه هارد ديسك ساتا تقول لك مش شايف الهارد. فكنا بنفتح المذر بورد ونقول لها شوف الهارد على انه اي دي اي بدل ان هو ساتا. لا باجي اقول له لا النهارده ايه، بحط تعريف ساتا معايا وبيشتغل معايا وتبقى زي الفل. تعريف الساتا بحطه في اسطوانه الويندوز. طب احطه ازاي؟ بحطه بالبرنامج دوت. في مشكله يا رجاله؟ تمام. وفي طرق تانية بس يعني دي من اسهل الطرق يعني. طيب دلوقتي عشان نشتغل ببرنامج الان لايت فهنشتغل، وما ينفعش نشتغله على ويندوز 7 زي ما انت شايف كده. ولذلك احنا، طب انت بتتكلم ان انت بتضرب تشرح ام سي اي تي بي ازاي، بتكلمنا عن حاجه قديمه، ده سؤال بعض الناس بتساله يعني. هقول لك اللي ملوش قديم ملوش جديد. لو نزلت تشتغل حضرتك ويعني هزيت طولك كده ونزلت شركه وقلت لهم انا عايز اشتغل معاكم وكلام من ده، انا راجل سيرتيفايد ام سي اي تي بي، ويجي يقول لك طيب بس احنا مش عندنا حاجه من 2008، احنا 2003 شغالين بيها. هتقول له لا والنبي يا عم، وديني جهاز عليه 2008 او عليه فيستا اشتغل عليه يا عم، اصل عمو محمود اداني الدوره في الكلام دوت بس، وعمو بيل جيتس ولا ستيفن بالمر مضالي على الشهادات بتاعتي بتاعت الام اس اي تي، وانت كده بتهرج بصراحه. مالكش قديم مالكش جديد، فافهم بس الدنيا ماشيه ازاي، بعد كده انت حضرتك اعمل اللي انت عايزه، ده شيء مهم جدا يعني. سوري للدخله ديت، بس السؤال ده قبل كده اتسالته كتير ورديت عليه، ويمكن واضح ان انا بقوله بحرقه شويه، لاني يعني اللي بيفكر بالطريقه دي لا، لو سمحت ما تفكرش بالطريقه دي يعني، لنفسك انت مش لينا، ما تفكرش بالطريقه دي. دلوقتي احنا منزلين الان لايت يا جماعه على الجهاز. ده برنامج بنعمل بيه سورس ويندوز ونسطبه، بحيث ان هو يبقى مش نسطبه اسف، نعمل منه ايزو فايل ان احنا تبقى ايمج يعني. طيب ازاي الكلام ده؟ بكل بساطه طبعا انت اتفرجت على حلقات الان اتند 1 و2. سيد الفاضل هنا الاي هنا ايه اللي حصل فيه؟ قال لك في سورس هنا الويندوز اكس بي. قال لك طيب لو سمحت انا عايز حاجتين. سورس الاكس بي دوت انا عايزه حضرتك تعمله لي ملف ايزو، ينفع؟ اه ينفع. خد بالك موضوع الاو اي ام ده لينا كلام عليه، ان انت هنا تعين فايلات وكلام من ده ويرميها. بص يا ابني باي ديفولت، برضه خد دي بالمره، باي ديفولت مايكروسوفت سايبالك ان انت لو عملت اس دولار ساين واس دولار ساين وكتبت او اي ام زي ما هي معموله كده، ده دي احنا عاملينه بايدينا، وحطيت جواه حاجه، اي حاجه بتتكابير في المكان اللي بينزل فيه الويندوز، بتتكابير في المكان اللي بينزل فيه الويندوز. يعني عملت فولدر جوه او اي ام دوت وسميته احمد، فولدر اسمه احمد ده حطيت فيه فيل، مجرد وانت بتنزل ويندوز، الويندوز نزل فين؟ في السي، هتلاقي فولدر اسمه احمد وجواه فيل مع السي بره. معايا رجاله؟ انا مش عايز سيدي الملف ده خالص او الفولدر ده خالص. طيب هنشغل الان لايت. بالمناسبه ان البرنامج اصلا فري يعني. عايزه بالعربي مفيش مشكلة، بس انا ما مش هنعرف نشتغل عليه بالعربي مع بعض. احنا اتعودنا ان احنا نشتغل بالانجليش، زي ما انت شايف ان هو فري، او احنا جينا على الموقع ودخلنا عليه. اوكي احنا شو ظبطين الجيت واي ولا اي حاجة اصلا، مش مشكلة. طيب يا جماعه ادي هنا هقوله بس جاست ان انا هقوله انجلش،
قوله نيكست. ايه الحوار هنا يا جماعه؟ قال لي والله حضرتك انت هتاخد لي الانستليشن من صقر ولا منين؟ انا هقول له والله بص يا حبيبي روح هات لي ايه فعلا من ماي كمبيوتر اهي، هو طبعا عارف السكه لاني جربناها قبل كده. هنقول له وديها لي في الايه وعلى صقر، هيبدا يعمل انيشاليزنج. الانيشاليزنج اللي هيشوفه ده هتشوف بقى ايه الاخبار، هل هي سيرفيس باك 2 هل هي سيرفيس باك 3، ايه قصتها؟ يا رب تطلع 2 عشان احنا 3 لان احنا شرحنا الموضوع ده كذا مره، فهو نفس الفولدر. بص خد بالك ان هو السيرفيس باك اللي عليها كام؟ 3. خلاص ما اقدرش احط سيرفيس باك تاني، تمام. لكن انا هنعدي الحته ديت، يعني ايه كاني مفيش سيرفيس باك هنا بدل ما نقعد نكبير، يعني كاني مفيش سيرفيس باك هنا. طب والله ليه عادي اهي، اقول له نيكست يا والدي هاتها لي يا سيدي من الاسطوانه نفسها، هاخد النسخه من على الاسطوانه. Where to save the folder? I'll save the folder on drive C على الديسكتوب، وهنعملها فولدر هنسميه XP SP3 كتبت 2 كويس والله. البي هنا بيعمل initializing، الاول بيعمل copying للويندوز. طبعا ما كنتش بعملها من اسطوانه لان تيكس تايم، بس ما فيش مشكله لما تاخد لها دقيقتين ثلاثه مش مهم. حضرتك احنا دلوقتي احنا بنتكلم ان احنا هنعمل اسطوانه ويندوز اكس بي بوتبل، انت مش عارف ان احنا لما بناخد كوبي من الاسطوانه على الهارد ديسك ما عادتش بوت، بالبرنامج ده هيعملها لك بوت وتحط فيها خصائص اللي انت عايزها. الخصائص اللي انت عايزها هتحطها فيها، تكستمها براحتك، تحط عليها يوزر نيم معين، تحط عليها الكمبيوتر نيم معين اللي انت نفسك فيه تعمله. يعني الكلام ده غير اللي هو اللي غير موضوع الانر تند بقى، يعني هو شبهه بالظبط نفس الكلام، بس يعني ده برنامج. هنا اوسع شويه، هنا برنامج مش اوسع. التاني انت تقدر تعمله بكود، تكستم كل حاجه بايديك، لكن هنا ده برنامج هو اللي بينفذ الدنيا كلها. بس هناك ما كنتش هتحط برنامج او شيء؟ لا كنا نقدر نحط برامج والله، ما عامل او ام فولدر ونلينك وهديها لك بالدوس دلوقتي بامر الله. هو بس ميزة البرنامج ده ان هو بيريحك، بيعمل الموضوع كله من اوله لاخره. يعني جزئية اليوزر دي ده يعني ممكن تعلمه الواحد على طول بسرعة، غير ما تقوله تعالى ان ايه نعمل انات تندت سيت اب مش عارف ايه وكلام من ده، هيسمع معاك او كلام جميل زي الفل، بس يحس ان هو ايه دخل في عملية حربية. يعني ده لو واحد خارجي، لو واحد عادي في شغال في الشغل ده اصلا مش هتفرق معاه. بس طب مثلا انا مثلا كنت بحط باور جي بي سي، كنت بقول ان هي لوحدها اوتوماتيك يعني. ايوه مش الباتش فايل السايلنت سيت اب بيروح مخلي البرنامج يشتغل عادي على اس. هتتفرج عليها هعملها لك دلوقتي بامر الله، بس بعد ما اخلص تسجيل الانلايت ان شاء الله. ده مش دعوه امكم عشان احول من اكس اي ل ام اس اي. كويس. مش كل حاجه بتنفع، ما كل حاجه. البي خد كوبي هو رماه بره، عمل سكاننج قال لك ايه بص معايا يا رجاله، قال لي عليها سيرفيس باك 2. طب انت كاتب لي فولدر ليه سيرفيس باك 3؟ عشان انا هنزل عليها سيرفيس باك 3. يا سلام، يعني انت قصدك ان الويندوز لما تقول سيرفيس باك 2 مش معناها ان هو اكس بي؟ اصل في ناس اقول له ايه نزل سيرفيس باك 2 يقصد بيها ان انا انزل اكس بي سيرفيس باك 2. لا يا عم الحاج، وين مايكروسوفت لما بتنزل نظام تشغيل او برنامج بتنزله سيرفيس باك 1 و2، ده الاوفيس بتنزله سيرفيس باك 1 و2 و3. اي ويندوز؟ طب ما الفيستا النهارده فيه له سيرفيس باك 1 و2، مع ذلك لما اقول لك ايه نزل السيرفيس باك 2 معناها ان انا انزل اكس بي سيرفيس باك 2؟ لا، نزل سيرفيس باك 2 نفسها على ال 7 على الاكس بي، على ال 7 مثلا، على ال فيستا. يعني السيرفيس باك دي بتاعت ايه؟ انت بقى المفروض تسالني تقول لي السيرفيس باك دي بتاعت ايه؟ بتاعت برنامج ايه؟ بتاعت الويندوز ولا بتاعت برنامج ولا بتاعت ايه؟ لكن لو بقول لك سيرفيس باك 2 الناس بتربط كلمه سيرفيس باك 2 بكلمه اكس بي. سبحان الله. لا يا عم. طيب
هنا الاكس بي ده عليه نسخه سيرفيس باك 2. على فكره هو كان عليه سيرفيس باك 1 وانا عملت له ابجريد قبل كده سيرفيس باك 2. طب تعالى دلوقتي عليه سيرفيس باك 2، طب ايه الحل؟ قال لك عايز انزل عليه سيرفيس باك 3. طيب وانا شغال هقول له نيكست، خد بالك ان المساحه 592 ميجا بايت ماشي يا رجاله. هنا انا كنت عامل شويه شغل مالكش دعوه بيه ولا كانك شايفه اصلا. ايه بقى يا عم الحاج الكلام ده؟ هقول له سيرفيس باك ضيفهالي، ضيف لي سيرفيس باك. هو هيضيفها كده خلاص؟ لا، هيجي يطلبها مني في خطوه حدها له ان شاء الله. الهوت فيكسز، ايه هوت فيكسز دي؟ كلمه هوت فيكسز، عارف السيرفيس باك؟ اه لا احنا بنسمع، عاملين نسمع عنها ومش عارفينها. بص يا حبيبي، دي سيرفيس باك يا حبيبي اهي، اقول عليها بروبرتيز وشوف مساحتها قد ايه. اتخلص عم الحاج. تلتمية وستاشر ميجا زي ما انتوا شايفين. واحد يقول لي طب هي عباره عن ايه السيرفيس باك ديت؟ السيرفيس باك دي عباره عن الفولدر اللي اسمه اي 386 اللي هو ده. شايفين الفولدر ده؟ ده بتاع السيرفيس باك 2 حضرته. ده اللي هو الملف بقى اللي هو الاكس بي سيرفيس باك 3 دوت، هيتفك جوه ده، هيشيل ملفات وينزل مكانه ملفات. وكده بقت النسخه احدث. في مشكله؟ يعني تقدر تقول نسخه تانية خالص لحد كبير بنسبه 90% نسخه تانية خالص، صح كده يا رجاله؟ ماشي. انا هنا هدمجها ليه؟ لاني مش كل بقى بعد ما انزل، يعني دلوقتي نسخه الاكس بي اللي نزل دلوقتي سيرفيس باك 2 اهي، بص معايا كده اهي سيرفيس باك 2. انا ممكن الاقيها انها سيرفيس باك 3، كل اللي هعمله هعمل دبل كليك على الملف ده ونكست اوكي هيشتغل معايا وهتبقى زي الفل. يا راجل اه والله مفيش مشكله يعني. طيب لا انا مش بقى كل شويه هنزل ويندوز بعد ما كان رن السته سيرفيس باك 3 عليها، لا انا عايز احطه في النسخه بحيث لما اسطب تبقى سيرفيس باك 3. طب ازاي الكلام ده؟ اهو هعلم هنا اقول له ازاي انزلها لي. هينزلها بحاجه زمان كنا بنعملها بالويندوز 2000، ممكن نعملها بالاكس بي، حاجه اسمها سليب ستريمينج، خاصيه اسمها سليب ستريمينج. اوكي درايفرز، لو انت عايز تدوس الدرايفرز. طب ما كلمناش سوري على الهوت فيكسز. ايه الهوت فيكسز دي؟ عباره عن ايه؟ السيرفيس باك دي 316 ميجا، بتخش على موقع مايكروسوفت يقول لك ايه في هوت فيكس رقم كذا كذا كذا، ميجا ونص، 2 ميجا، 3 ميجا كده. ده بيعمل ايه؟ ده اللي بيعدل كذا، زي الهوت فيكس دي اللي خدناها من المهندس محمد سعدي. تمام؟ ان 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 الملف ده هتعمل له عليه دبل كليك هيخليك تقرا الاي اكس فات لو تفتكروا. يعني الاكس بي اصلا ما بيقراش اي اكس فات، اخليه يقرا الاي اكس فات. فدي اسمها هوت فيكس. فهنا بقى ممكن تعلم له هوت فيكسز وتلمهم. لا يا عم مش عايز هوت فيكسز خلاص. طب الدرايفرز، اه هتجيب تعريفات الهاردات الساتا. طب تجيبها منين؟ مرمي على النت، عندي كابز منها هنا، تعلم عليها وتاخدها. اذا كده يخلي لك الاسطوانه دي تشتغل ايه مع الساتا. يعني عندك هارد ساتا على لابتوب، ساعات تيجي تحط نسخه السيرفيس باك 2 اللي هي الاكس بي سيرفيس باك 2 ما تطريش، يقول لك ما فيش هارد اصلا. فكنا نخش على المذر بورد زي ما بقول من شويه نظبطها ماشي. في بعض المذر بوردز ما تلاقيش فيها الاوبشن اصلا. طب تعمل ايه؟ لازم تجيب نسخه تشتغل. طب قال لك ايه؟ تجيب نسخه اكس بي سيرفيس باك 3 او تجيب نسخه سيرفيس باك 2 ما فيش مشكله، بس تعمل عليها ايه؟ تحط لها تعريفات الساتا. تمام؟ او تدوس اف 6 وتحط تعريف الساتا من الفلوبي او من اسطوانه. وانت بتسطب تدوس اف 6 وتحط تعريف. طيب كومبوننتس، خد بالك من علامه هنا ريموف كومبوننتس، ريموف قصادها ريموف. فهنا كومبوننتس هنا في حاجات هيشيلها من الويندوز وهو بينزل، حاجات اللي لما علم عليها الحاجات دي هيشيلها مش هيخليها، عشان ما غلطش وانا بشرح معاك اقول لك هخلي دول، لا هنشيل مش هنخلي. هنا عمليه السيت اب، انا اتندد. يعني ايه انا اتندد؟ يعني التسطيب غير حاضر. الله ده زي نفس القصه بتاعنا. اه ده دي عمليه من ضمن العمليات اللي هو هيعملها، التانيين احنا كانت عمليه واحده. لا ده دي عمليه من ضمن العمليات اللي هو هيعملها، ان هو يعمل لك عمليه ان اتندد سيت اب. شغال يا رجاله؟ طيب اوبشنز، لو في حاجات هيسطبها لك معاه مفيش مشكله. هنا تويكس بعض برامج الريجستري والتظبيط والكلام دوت، لو ايه ينزلها معاه. اخر حاجه وده اللي مهم، كرييت، اعمل ايه؟ بوتبل ايزو، يعني اعمل لي ملف ايه؟ بوتبل. وعندك بحد من الناس تاني يقول لك ايه يا عم كله وخلاص، دوس على اول
لا مش عايز ادوس على اول، اقول له نيكست. هنا الحته دي لذيذه قوي، الراجل ده محترم قوي. ليه بقى؟ احب اشتغل مع حد يراعيني. يعني ايه يراعيني؟ يعني يقول لك ايه، يصحيك للشغل معاه كذا كذا، يعني خايف على مصلحتي. الراجل ده خايف على مصلحتي قوي. ليه بقى؟ لان هنا بيقول لي السيرفيس باك اهي اللي موجوده اكس بي سيرفيس باك 2، ولو انت عايز معاك مكان سيرفيس باك اختارها، وقبل ما اكمل الجزء اللي تحت هقول له سيلكت بس عشان دي بتاخد وقت، ونقعد نحكي مع بعض. ويندوز اكس بي سيرفيس باك 3 اهي اوبن. اه كده هو هياخد النسخه ديت وهيرميها جوه، وهنعرف ايه اللي هيحصل. طيب انت كنت عايز تحكي لنا ايه في الجزء اللي تحت؟ الجزء اللي تحت مكتوب ايه؟ ويندوز 2000، ويندوز اكس بي، ويندوز 2003. ده معناه حضرتك هو بيقصد هنا بالكلام ده ايه؟ لو انا دوست على 2000 هنا هيقوم لي ويب سايت، صفحه ويب. ليه؟ هيوديني على مايكروسوفت ويقول لي ايه، انزل لك السيرفيس باك. معايا يا جماعه؟ يعني الراجل بياخدني للموقع اللي عليها سيرفيس باك ويشوف اخر ابديت وانزله. اتفضل. هي على حسب، مش انا اللي منزلها بتاريخ النهارده، على حسب ما هتعمل لها ريليس على الموقع امتى. يعني مثلا قالك في شهر، مثلا قالك دي في شهر 12، خلاص يبقى كل هوت فيكس لحد شهر 12 نازل فيها. لكن انت مش منزلتها في شهر 6 السنه اللي بعدها، ما تجيش تقول لي عليها الهوت فيكسز الجديده، لان هي اوريدي الملف تاريخه نازل في شهر 12. تعال نعرف كمان لمعلومتك بالمره، والراجل وهو شغال كده ما مش هقدر انتقل لاي حاجه اما اشوف. عايزين نعرف الهوت فيكس دي مايكروسوفت نزلتها امتى، فهنشوف الموديفيكيشن ديت. موديفيكيشن ديت امتى؟ موديفايد امتى؟ ها 6 يوليو 2008، الساعة 4:59 دقيقة مساء، طبعا بتوقيتهم هناك مش بتوقيتي انا. ماشي يا رجال. طيب هنا بص، اكسس دي امتى؟ النهاردة 4 نوفمبر. كرييتد 2 اغسطس سنة 2009، في يعني 2/8. يعني ايه كرييتد؟ يعني اتحطت في المكان ده. حدش يفتكر انها كرييتد يعني اتصنعت. كرييتد اتحطت في المكان اللي هي فيه، اتحطت على الجهاز هنا في المكان ده في 2 اغسطس سنة 2009. اما في 4 نوفمبر اتدخل عليها فعلا النهاردة. طيب اما 6 يوليو 2008، السنة اللي فاتت كانت نزلت. يا رب نكون فاهمين. طبعا ده الكلام ده مش على الملف ده، على اي ملف تعرف اتعمل امتى. بس خد بالك في نقطة، ان هو بياخد التاريخ اللي موجود في الساعة بيسجله عنده. فانت ممكن تشتغلنا بقى، تعمل لنا حاجة in the future، ها تعمل لي تاريخ مثلا 2012 وتكريت ملف وتعينه بقى الملف ده تاريخ امتى، 2012، او تعمل تاريخ سنة حاجة و90 وتروح مكانية ملف هيتسجل جواه التاريخ بتاع سنة حاجة و90. واخد بالك؟ يعني بمعنى صح، لو انت بتعمل تحقيقات بقى ما تعملش فيها كرومبو وايه وتقول لي بقى لا ده ايه ده، انا هجيب لك بقى خبر الموضوع ده، لا، لان الباشا بياخد التاريخ اللي كان على الجهاز ساعتها وقت وقوع الجريمة يا ولد. صح؟ طيب ايه ده؟ او من المنطقة الصناعية او من اي حتة يعني، المستقبل او المضارع البسيط او كده يعني. صح؟ رخم انا، صح رخم اوي. ولا يهمك. ازيك يا عبد الله؟ صح؟ ما ينفعش الكلام ده؟ لا لا هينفع. العلم مع المتعة، او الواحد يستمتع شوية ويضحك شوية، ده مهم جدا 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 عشان الواحد مش ناقص اكتئاب يعني. طيب not enough free space make sure you have at least 800 megabyte free. البي هنا يعني بيقول لي ارحمني، يعني انت كده خلاص ما عادش في مساحة. طب انا هقول له معلش في الجزء البسيط ده، هقول له cancel. انا عملت integration اهو، بص بقت service back 3. هقول له cancel ثواني، بنعالج مشكلة لازم تتعلم ازاي تعالجها. هقول له cut للنسخة وارمالي، انا كنتش اعرف ان الهارد صغير ما بصيتش عليه بصراحه، دي غلطه مني.
فقال والله ولا يهمك يا حبيب قلبي عادي اهو، هناخد الدنيا دي ونرميها فين؟ على درايف تاني. ما فيش مساحة، ما هو انا اوريدي الكلام ده، ما هو اوريدي النسخة نفسها واخدة مساحة من على الديسك توب. لا لا لا، بيقول لك تأكد ان انف 800 ميجا مش الاسطوانة. لا لا، هو عايز 800 ميجا فري على الهارد، والهارد اتبقى فيه غير 500 بس. فانا هجست ان انا بكت النسخة بموفها بحيث ان انا فاضي مساحة بس يشتغل عليها. اوكي، نتكل على الله ونشغل المعلم ان لايت تاني على ما يخلص حبيبنا دوت، نشوف الدنيا اخبارها ايه. طيب برنامج ان لايت يا جماعه اشتغل اهو، نيكست. انا هقول براوز، هو بيبقى واقف على اخر حاجه هو اشتغلها. انا هقول براوز، بقوله على الديسكتوب فعلا. سوري الديسكتوب ايه، ما خلاص. عبد الله علاء، انا عارف حبيبي انها لسه. المفروض يطلع جدع ويعديها يعني. ليه؟ اذا ما كانش كبير الملفات اللي هو بيدور عليها. لا كويس، لا كويس جابها. طيب المفروض ان انا هقوله نيكست، هقوله نيكست. هنحط سيرفيس باك يا رجاله، خلاص خلاص عملناها. طيب هقوله ايه هنا؟ كومبوننتس، هعمل ريموف لكومبوننتس واعمل انا التند وبوتبل ايزو. في مشكله؟ ممكن احط اوبشنز، ممكن ما احطش. نيكست. طيب ايه الحوار اللي قصادنا اللي انتوا شايفينه ده؟ خلي بالك هنا الكومبوننتس يو وانت تو ريموف، سيلكت ذا كومبوننتس يو وانت تو ريموف، اختار الكومبوننتس اللي انت عايز تشيلها. خلاص يا رجاله؟ طيب لو جيت هنا في الابلكيشنز، اذا اللي موجود قصادك ده كل ده نازل، كل حاجه نازله. اللهم اني انت بقى عايز تشيل بريف كيس، شيلها بصراحه. ما مش عارف يعني، ما بحبهاش، شيلها. كنت احبها زمان وانا يعني اول ما اتعلمت يعني، لكن ما مش شايف لها فايده كبيره يعني. طيب في تعريفات معينه عايز تشيلها؟ طيب المالتي ميديا ممكن تلعب فيها، اه فيها اصوات وكلام من ده ممكن نشيلها. الاو ال شيلها، الاي او ال شيله. مش عايز برنامج الموفي ميكر شيله، لو هو انت حاسس ان هو خايب ملوش لازمه اوكي، اللي يريحك اللي انت شايفه اعمله. لو ممكن تشيل خدمه الدرايفرز الطبيعيه اللي نازله مع الويندوز، تعريف الكروت يا حبيبي، اه عشان الدنيا تبوظ معاك. لا عايز شيل بنت براش شيله، البين بول دي لعبه شيلها، الجيمز مش عايز جيمز. اوكي نيكست. ايه اللي حصل هنا قصادك؟ اللي حصل ان هو جايب لك الشاشه اللي انت قصادك دي، وانت المفروض عارفين بقى ايه الكلام ده معناه ايه. بيقول لك هايد بيجز، خلي بالك في السيت اب بروفايد ديفولتس وفولي اوتوميتد والكلام ده احنا حكيناه قبل كده. اللي هو بيقول ايه بروفايد ديفولتس معناها ايه؟ هيكتب كل حاجه وانت هتدوس نيكست نيكست، وممكن تعدل في الداتا. اما الفولي اوتوميتد معناها البيها الاسطوانه هتبقى كلها اوتوماتيك وتشتغل على طول. طب الهايد بيجز هيسطب، لكن انت مش هتشوف ايه، لا تدوس نيكست ولا تدوس اوكي. طب ريد اونلي، هتتفرج بس وهتدوس حضرتك ايه نيكست اوكي بس، مش هتعدل في حاجه. الجي اي اتندد معناها ان انت هتحضر ايه، ها اول ما الفاره هتظهر وفي نيكست اوكي والكلام ده، حضرتك هتقعد انت تحط الداتا بنفسك. فول اوتوميتد احسن حاجه. طيب تعال هنا بص، البرودكت كي ده، البرودكت كي جايبه منين ده؟ الله، ده حطه من نفسه ولا ايه؟ لا يا عم ما حطوش من نفسه ولا حاجه، عشان انا النسخه اصلا حاطط فيها السيريال بتاعه في ملف وين ان تي دوت سي اف، فهو الباشا جاب منه يعني. خد بقى الحته دي، الحته دي بتقول لي ايه؟ ان السي دي كي ده اصلا اللي محطوط بتاع سيرفيس باك 2،
طب ده هيشتغل مع سيرفيس باك 3؟ لا، لازم تنزل سيرفيس باك ايه 3 سي دي كي، يعني لازم احط السي دي كي بتاع سيرفيس باك 3 عشان يشتغل معايا. ايه ده؟ ساعتها هيطلب منك سيريال، لو انت لغيته هيطلب منك سيريال، يعني شيل السيريال ده مفيش مشكله، بس حضرتك هيطلب منك سيريال. ماشي يا معلم؟ فاكرين موضوع السيستم ريستور اللي هو بيعمل لك فولدر اللي اسمه سيستم فوليوم انفورميشن وحط فيه الداتا وكلام من ده؟ هو حلو في ان انت تعمل ريستور بوينت وترجع للداتا تاني، وحشته في ان هو الفيروسز بتستخبى فيه بصراحه. فاعمل له تيرن اوف، تعملوش تيرن اوف، دي حاجه ترجعك. لو انت عامل له نسخه جوست ماشي، لو انت عامل نسخه جوست اعمل له تيرن اوف. نعم حبيبي. اوكي، ممكن تقفل هايبرنيت زي ما سعد بيقول لك، بس ليه؟ دي اوبشن كويس. تيرن اوف الفايرول، ايه في الفايرول مفيش مشكله، ده الكلام ده لهاردك صغير، لكن هو ورماتك كبيره. هو الهايبرنيت فايل زي ما احنا عارفين ان هو بيبقى قد الرامه، مساحتها قد مساحه الرامه. لو رامتك 4 جيجا مش مساحه الويندوز، ملف بيبقى ملف لوحده، هايبر فايل دوت سيز. يعني هنا دلوقتي احنا في على الكمبيوتر في السي، هنا مثلا في ويندوز نازل، لو هنا معمول تعمل هايبرنيت هتلاقي هايبر فايل هنا، بس هو مفيش هايبرنيت هنا، البيش فايل بس هو اللي موجود. فبيبقى ملف زي كده ومساحته قد الرامه. لو رامتك 4 جيجا يبقى الهايبر فايل 4 جيجا. طب ما ينفعش اعمل في حاجه تلغيها؟ اه ممكن تلغيه عادي، ايه المشكله؟ من الباور اوبشن ده لسه هناخده مع بعض، من الباور اوبشنز في الكونتور البانل. طيب نيكست، يو شود فيل اوت ذا اونرز فول نيم. اوكي، لازم تكتب الاونرز فول نيم. ماشي، صاحب الجهاز اسمه صقر، الاورجنايزيشن مش مهم. طيب الشركه، سوري، كمبيوتر نيم ام اتش مثلا. طب الورك جروب، جروب اي حاجه، جاست نيكست. كان في اوبشنز فاتت، هل بيقول دو يو وانت تو ستارت ذا بروسيس؟ هقول له يس. هيعمل ايه؟ هيبدا يجهز الدنيا مع بعضيها، وتبدا ان انا اقول ايه، نيكست و ميك ايزو فايل. سبعة وتسعين عملية بيعملهم من البيه. لو كنت عايز احط ثيمز، انا ما اخترتش حاجة من الحاجات دي خالص، ما حطيتش برامج. لا خلاص يا جماعة، اقوله نيكست. هنا هيعمل ايمج فايل، اوكي، هيسميها وين لايت، لا سميها اكس بي. طيب هيعملها ايزو فايل، اوكي ميك ايزو. طب هيعمل ايزو حطه فين؟ حطه لي بقى على دي، بقى على دي او الاي او الاي درايف جوه اهو. وين لايت ايزو مش مشكله. بص معايا كده، هيبدأ يعمل لي فايل هنا، لسه طبعا احنا مش شايفين حاجة، والفايل ده ان شاء الله الناتج بتاعه اللي هيطلع ان انا هعمل كليك عليه باليمين واوبن ويز نيرو. بيبي خلص اهو الملف ده يا جماعه، ده الملف اللي بقى اكس بي بوت وشغال زي الفل. انا جاست ان انا هعمل عليه كليك باليمين واقول له اوبن ويز، واختار برنامج النيرو واقول اوكي، الباشا ايه يتحرق على اسطوانه وينزل على اسطوانه. يعني موضوع صعب يا رجاله.